فكرة الملابس طالبتكم من أبليكيشن سي في. نار ودي اليوم أسوي جلسة تصوير، بس خلني أشوف أدق على القناة إذا ما خالص. وأحر التعازي للأسرة الحاكمة بوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح. يوم قعدنا بصراحة على خبر محزن، مستواها الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا صورتي قبل 5 سنين نفس صورة الجواز، ما راح أغيرها. تغيرت؟ كنت صغيرة، كنت في سن الشباب. نسيم شو رايك؟ فرقة وما يبون صورتي، قاعد يقولون لي قاعد تبتسمين، لازم ما ابتسم. راح يصير في حين اكيد صورة ضيم ضيم وشرار هذا الجهاز. اوكي بعد ما اخرج ما يبوني ابتسم، يبوني اودي شعري واسعدوني كذي وكذي. تخيلوا الصوره شو شكلها. هدأت من روعي لما قالت لي لا بس حق الابلكيشن ما راح تلعب.